اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كيف خرج الدود من جسد سيدنا أيوب وكان سيأكله وهو حي، وكيف أذاه إبليس؟ كان نبي الله أيوب رجلا كثير المال، يمتلك الأنعام والعبيد والمواشي والأراضي المتسعة بأرض الثنية من أرض حوران. كان له أولاد وأهلون كثير، وعاش على هذه النعم عشرات السنين. ضرب الله به مثلا للبشرية في نموذج لرجل أعطاه الله النبوة والمال والأولاد والصحة، وابتلاه الله أعظم البلاء رغم نبوته، فصبر صبرا لم تعهده البشرية كما كان أيوب عليه السلام. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. لكن ابتلاه الله عز وجل ببلاء شديد فوجده صابرا وراضيا بعد أن تسلط الشيطان عليه، وتسبب في ابتلاء في جسد هذا النبي الشريف فتقرح قروحا عظيمة واشتد بلاؤه مدة طويلة. وقال تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر. اشتد الضر عليه من جميع الجهات، فاشتد في بدنه وماله وأهله، واجتمعت على أيوب أصناف البلاء، لم يكن في جهة واحدة إنما كان في جهات متعددة. ابتلاه الله عز وجل بالشيطان الذي تسبب له بشتى الابتلاءات، فهذا أيوب لم يقل اكشف ما بي ارفع عني، لكنه توسل إلى الله بشكوى حاله، وشكوى الحال إلى الله كافية. أصيب جسده بأمراض لم ينج منها عضو سوى قلبه ولسانه، فكان صابرا محتسبا ذاكرا لله في ليله ونهاره. وطال مرض نبي الله حتى انقطع عنه الناس خشية العدوى وانتقال المرض، وأخرج من البلد ولم يحن عليه سوى زوجته، كانت ترعى له حقه وتعرف قديم إحسانه إليها وشفقته عليها، فكانت تتردد إليه فتصلح من شأنه وتعينه على قضاء حاجته وتقوم بمصلحته. فقد أيوب ماله ومزارعه وأراضيه، ومات أولاده واحدا تلو الآخر. كانت المصائب تتوالى عليه وهو ما زال صابرا ذاكرا محتسبا، ضعف حاله وحال زوجته، فاضطرت أن تخدم الناس بالأجر لتستطيع إطعام زوجها أيوب، وهي رضي الله عنها صابرة مع زوجها على ما حل بهما من فراق المال والولد والمرض وضيق ذات اليد، بعدما عاشوا سنينا في رخاء ورزق وفير في المال والولد والصحة. تدهورت صحة النبي وسقط اللحم، لم يبق إلا العظم والعصب، فكانت امرأته تأتيه بالرماد تفرشه تحته، فلما طال عليها قالت: يا أيوب لو دعوت ربك لفرج عنك. فقال أيوب: قد عشت 70 سنة صحيحا، فهو قليل لله أن أصبر له 70 سنة. فجزعت المرأة من كلامه هذا. في أحد المرات جاء الشيطان وتمثل في هيئة طبيب والتقى بزوجة أيوب والتي رحبت به وأدخلته على زوجها للعلاج، فأصابه الشيطان بآلام وعذاب حتى أدرك أيوب أنه ليس طبيبا وإنما شيطان، فطرده وغضب من زوجته وأقسم لا يضربنها بالصوت 100 ضربة. ازدادت الأحوال سوءا، فقد امتنع الناس أن يتعاملوا مع زوجة أيوب خوفا من أن يصابوا من بلاء زوجها، فلم يعد يطلبون خدمات زوجته، لم تعد تستطيع جلب المال للإنفاق على زوجها، فاضطرت لقص إحدى ضفيرتها وبيعها لبعض بنات الأشراف مقابل طعام طيب كثير. فلما أتت به أيوب سألها: من أين لك هذا؟ فقالت: خدمت به أناسا. في اليوم التالي عجزت المرأة أن تعمل لجلب المال، فاضطرت للمرة الثانية أن تبيع الضفيرة الثانية،
وأصبح حالها مبتذلا. ولما أتت بالطعام لأيوب حلف ألا يأكل هذا الطعام حتى تخبره من أين جاءت به، فكشفت عن رأسها خمارها، فلما رأى رأسها محلوقا تألم واشتد كربه، فلجأ إلى الله وقال: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. قد لخص الإمام ابن كثير في تفسيره قصة أيوب عليه السلام فقال: يذكر تعالى عبده ورسوله أيوب عليه السلام وما كان ابتلاه تعالى به من الضر في جسده وماله وولده، حتى لم يبقى من جسده مغرز إبرة سليما سوى قلبه، ولم يبق له من حال الدنيا شيء يستعين به على مرضه وما هو فيه، غير أن زوجته حفظت وده لإيمانها بالله ورسوله، فكانت تخدم الناس بالأجرة وتطعمه وتخدمه نحو من 18 سنة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أيوب نبي الله كان في بلائه 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلان من إخوانه كانا من أخص إخوانه، كانا يغدوان إليه ويروحان إليه، فقال أحدهما لصاحبه: أتعلم؟ والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد. قال صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ 18 سنة لم يرحمه الله فيكشف عنه، فلما راح إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له، فقال أيوب: لا أدري ما يقول، غير أن الله يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله، فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في حقه. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: الله عز وجل يبتلي عباده بالسراء والضراء وبالشدة والرخاء، وقد يبتليهم لرفع درجاتهم وإعلاء ذكرهم ومضاعفة حسناتهم، كما يفعل بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. رواه الترمذي. فإذا ابتلي أحد من عباد الله الصالحين بشيء من الأمراض أو الأسقام أو نحوها، فإن هذا يكون من جنس ابتلاء الأنبياء والرسل رفعة في الدرجات وتعظيما للأجور، وليكون قدوة لغيره في الصبر والاحتساب. وبعد ابتلاء لا يستطيع أن يتحمله بشر، فأذهب الله المال وأهلك الأولاد، ثم سلط الله سبحانه وتعالى المرض والبلاء الشديد على جسمه فصبر أيضا. وكان الشيطان كلما رأى أيوب عليه السلام شاكرا لله يزداد غيظه، فبعد انحدار أيوب من قمة الثراء إلى شدة الفقر شكر ربه وخر ساجدا له، وقال: إن الله يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. فلم يجد الشيطان أمامه إلا أولاد أيوب، فأباحهم الله لكي يثبت له أن أيوب عبد مؤمن خالص الإيمان، فمات أولاد أيوب جميعا، وهنا سجد لله وقال: له الحمد معطيها وسالبها. وعاد الشيطان يدعو الله ويقول: إن أيوب لم يزل صابرا لأنه معافى في جسده، ولو أنك سلطتني يا رب على بدنه فسوف يكف عن صبره. ونزل المرض على جسد أيوب وظل على صبره وشكره لله تعالى، يحمد الله على أيام الصحة ويحمده سبحانه وتعالى على بلاء المرض، فهو يشكر الله في الحالتين. وذات مرة مر عليه قومه فقالوا: ما أصابه كل هذا إلا أنه ارتكب الذنوب العظيمة. فقال لهم أيوب: إن بي قلبا شاكرا وحامدا لله، وجسدا على البلاء صابرا. استجاب الله لدعاء نبيه وأذن بكشف الضر عن عبده أيوب. أصلح الله لأيوب حال زوجته ورد لها جمالها وشبابها، فحملت وولدت
ورزقهم الله مثل أولادهم الذين فقدوهم فيما مضى، وأعطاه الله مثلهم معهم، كما رزق الله أيوب رزقا وفيرا من المال والمزارع والأراضي كما التي فقدها من قبل ومثلها معها. وأوحى الله لأيوب أن يستغفر لمن هجروه فعادوا لصحبته كما كانوا. وأوحى الله لأيوب أن يجمع حزمة من الأعواد الصغيرة ويضرب بها زوجته ضربة واحدة خفيفة حتى يبر بقسمه السابق ولا يحنث، وكانت رخصة من الله حتى لا يؤلم زوجته الصابرة المحتسبة الصديقة البارة بزوجها. هذا والله تعالى أعلم وأحكم. مشاهدينا الكرام، في النهاية لا تنسوا دعمنا بإعجاب للفيديو واشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل ما هو جديد. إلى اللقاء.